وأنت الآن في واشنطن من نيويورك عفوا، يعني الرأي العام الأمريكي كيف يرصد هذا الدعم الأمريكي الكبير لإسرائيل، وما ممكن أن يؤثر على موقف بايدن من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ نعم، الإجابة على السؤال وضحت من خلال التصريحات اللي طلعت أمس من بايدن وهو في البيت الأبيض في اجتماع مغلق لترشحه للرئاسة في العام القادم 2024. التصريحات هو بيحاول يشيل الغطاء عن دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه لا يستطيع ولن يستطيع أن يشيل أو يزيل الغطاء عن دعمه لإسرائيل. المرحلة الدقيقة حاليا منذ أن بدأت عمليات من 7 أكتوبر وطالع، وجدت أمريكا نفسها أنها بتدعم إسرائيل ونتنياهو دعم غير مسبوق سياسي في المحافل الدولية، مجلس الأمن، وعلى مستوى الدعم العسكري لما تكون أكبر حاملات طائرات تقف في البحر المتوسط عشان تدعم دولة عندها جيش مدجج بسلاح قصاد مقاومة شعبية عدد أفرادها فلسطينيين أصحاب أرض القانون الدولي يكفل لهم الدفاع عن النفس، قوامهم لا يتجاوز 40-50 ألف. ومنذ هذه البداية في المعارك حتى الآن لا استطاعت إسرائيل أن تحقق نصر، لأن كانت أهدافها المعلنة أنها تقضي على حماس ولن تستطيع، وأن تصرف عن الأسرى الموجودين، وحاولت بمحاولة عسكرية كانت فاشلة. حاليا يبتقضي على الفلسطينيين وبتحاول تهجرهم تهجير قطري أو طوعي. كل هذا بيعكس الصورة الذهنية الحقيقية أمام العالم أن أمريكا اللي هي الداعمة للديمقراطية هي شريك فعلي في هذه الحرب، وهي التي من خلال دعمها العسكري الغير مسبوق لإسرائيل تقتل الأطفال والنساء وساعدت في تهجير أكثر من 1.5 مليون نازح من الشمال إلى الجنوب، والصراعات اللي حصلت لها كم يوم في خان يونس الحقيقة لا تبشر بالخير. فنتنياهو في تصريحاته أمس بيحاول يضع حد للضغوط الداخلية عليه، إن المجتمع المدني والمظاهرات الكثيرة دي لها تأثير، عدد الكبار الشخصيات الأمريكية اللي استقالت ووجهت له انتقادات، أيضا مستشاريه بدأوا يوجهوا له انتقادات إن دعمنا الغير مسبوق لإسرائيل هيحطنا في حرج. على ساحات القتال أيضا لما تخش جبهة زي جبهة البحر الأحمر والحوثيين، هذا مستقبلا ممكن يهدد التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وبالتالي أمريكا وجدت نفسها لم تكن مستعدة لأنها تتواجد في الشرق الأوسط قبل 7 أكتوبر. اهتمامات أمريكا ودعمها لأوكرانيا في حربها مع روسيا، واتجاهها أنها تتجه شرقا حيث أن روسيا والصين هم أعدائها التقليديين والمستقبليين، وكانت بتحاول تنسحب من الشرق الأوسط، وجدت نفسها مدفوعة أنها تدعم إسرائيل وتواجدت في الشرق الأوسط. ولكن لما يكون رئيس بوتين رئيس سوريا روسيا يقوم بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط إلى السعودية والإمارات والإيران، كل هذه علامات استفهام تمثل ضغط داخلي وخارجي على الإدارة الأمريكية وعلى بايدن. نعم، إلى أي مدى تصاعد الخلاف بين بايدن ونتنياهو؟ ويعني هل تبعت كلمة بايدن أمس؟ كيف تبعتها؟ كلمة بايدن أمس هي معناها أنه الحياة بتتفهم بطريقتين، هو غير راضي عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي ويحاول نصيحة له أن يغير من حكومته اللي هي متطرفة، اللي هو نفسه نتنياهو أكثر تطرفاً، ولكن مش عايز يقولها له على الصورة الإجمالية. لكنه من الممكن أن يكون هذا التغير كمان على المستوى اللوجستي، هو بعت مسؤول الأمن الداخلي الأمريكي لزيارة لإسرائيل في خلال اليومين الجايين، كمان وزير الدفاع رايح، قبل كده راح 4 مرات في زيارة مكوكية وزير الخارجية. كل هذه الرسائل اللي كان بيبعتها بايدن ممثلا للإدارة الأمريكية لم تجد صدى كما كانت تتوقع أمريكا لدى رئيس وزراء إسرائيل، اللي بيعتقد من وجهة نظره أن هذا الظرف بالنسبة له ظرف تاريخي لن يتكرر، حيث أنه يعتقد أيضا نتنياهو من وجهة نظره أن إدارة أمريكا وبايدن في أضعف ظروفها، وبالتالي يستطيع أن يفعل ما يشاء، وبالتالي هو عايز يوسع نطاق الحرب. وجدت أمريكا نفسها أن استمراره بهذا الشكل لك يجب أن تكبح من جماحه وتعطي له تايم فريم بس 2 أسبوع بنهاية ديسمبر، يجب أن تتوقف الحرب، نأمل في ذلك. الدعم الغير مسبوق من أمريكا لإسرائيل، كيف سيؤثر هذا على المشهد الانتخابي الآتي وعلى فرص فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية؟
هو بدأ بالفعل يؤثر على المشهد الانتخابي، ان اولا شعبيه بايدن متدنيه جدا، ثانيا الولايات اللي كانت بتمثل دعم كبير لبايدن في الانتخابات، احنا عارفين جزء كبير من الجاليه العربيه اللي موجوده في ولايات زي ميتشيغان. ميتشيغان امس اتكلمت صراحه وكان من الواضح جدا ان هم ضد ترشح نتنياهو، عفوا الرئيس الامريكي بايدن لمره قادمه، بل انه كمان بدات تطلع بعض التصريحات من العرب والمسؤولين من منظمات مجتمع عربي متواجده في الداخل الامريكي اصحاب تاثير ايضا، قالوا نحن نتاسف كثيرا ان احنا انتخبناك لمده 4 سنوات ولن نعيد هذه التجربه، كان هذا كان خطا. وبالتالي هو بيواجه داخل الامريكي عموما حتى المواطنين الامريكان غير راضيين عن ادائه، وان هو حط امريكا في صوره غير جيده، ومن ثم الجاليه العربيه كمان والمسلمه اللي كانت بتدعم طول عمرها الحزب الديمقراطي لن تكون بمثل هذه الصوره. نعم. الانتخابات القادمه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا احمد محارم، كاتب وباحث سياسي، كنت معي عبر سكايب.